لزوجتي أتت الدورة في رمضان فقضت بعد سنتين، فهل يكفي القضاء أم هناك كفارة؟ إن كانت في تأخيرها هالمدة معذورة ما استطاعت القضاء فليس عليها إلا القضاء فقط، أما إن كانت غير معذورة وأخرته من غير عذر حتى جاء رمضان الثاني يكون عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.